بسم الله القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فاقرأوا ما تيسر من القرآن. القرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كلام الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
الله أكبر الله أكبر لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا عرف باسمك ثم اقرأ ما تيسر لك. عاطف عبد الأحد نحب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب لعب ولهو وزينة
تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون طعما وفي الآخرة عذاب شديد. منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا فكان أمرا مقضيا فحملته فانتبهت به مكانا قطيا فأجاءها المخاض إلى النخلة قالت يا لأمين قد هذا وكنت نسيا منسيا فنداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك جليا هزي إليك بجدع النخلة تساقط أن أكلم يوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختها وهو معنا ليشاركنا بهذه التلاوة فليتفضل محفوفا بعناية الله وحفظه. بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.